على الجيل بتاعك كنت انا بتخبي الكوره من الناس. انا بتكلمش على الجيل بتاعي، انا بتكلم لما تيجي تجيب لعيب للنادي الاهلي لازم تجيب لعيب مواصفاته تنفع للنادي الاهلي. كوليبالي مع احترامي الكام ليه كلاعب، مين شافه غير كالتيرون؟ فجاه جه لدرجه انا فجاه والله اما شفته في الملعب بقول لهم مين ده؟ فقالوا ده فلان الفلاني كالتيرون جابه وكان معاه في البطولات بتوع افريقيا وكده. ماشي، بس ده مش لعيبه النادي الاهلي. لكن ما تقدرش وقتها تنتقد لان انت عايز هدوء للمدير الفني. اللعيبه كلها بقت زي بعض يا كابتن علاء، كلهم شبه بعض الا حاجات خفيفه. والمدرب بقى ليه دور ان هو يخلي اللعيبه دي بتبقى لعيبه بالظبط. يعني في اوروبا مثلا بتلاقي اللعيبه متقاربه، لكن اختلاف افكار المدربين، تفكير المدرب ازاي استعمل الناس دي في اوقات مختلفه في حتت مختلفه. شفت كسبتك ازاي المدرب؟ لا خالص، ورجعت قلت المدرب اهو يا استحاله. بص يا ميدو، ما ينفعش حاجه تشال من حاجه، ما ينفعش مدرب يعني ايه لعيبه ومدرب. نسب ممكن تبقى اعلى، لكن الاثنين مع بعض هيدوك النتائج احنا بنتكلم عليها وانت دي والجماهير. مثلا دايما بضرب جماهير النادي الاهلي، هي الاساس عندي. تمام. وجماهير النادي الاهلي هي اللي عايزاها. تمام. بطولات، اداء حلو، شكل كويس، روح لعيبه، شكل كده يقول لك دي لعيبه النادي الاهلي. دايما انا بقول لك ايه، هقول لك حاجه، مش عشان انا، عشان كان ليا يعني كان ليا يعني دخل فيه وليد ازار. كويس. ليه لعيبه ليه دايما جماهير النادي يقول لك ده ايه ده؟ تحس ان هو متربي في النادي الاهلي. ليه؟ جاوبني كده. شكل النادي الاهلي، هو طبيعه لعيبه النادي الاهلي اللي هي ايه بقى؟ اللي هو الروح والقلب بس هو ده دي طبيعه لعيبه، دي طبيعه لعيبه النادي الاهلي. عشان كده وليد تحس ان هو متربي في النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي يا ميدو. لعيب، ده انا هاكد على كلامك كمان، مع ان المفروض ما اتكلمش في الجزئيه دي، بس عشان ناس يعني ناس في ناس كده ساعات بتدخل لك كده عايزين يعملوا اي فرق. ما علينا ما علينا. اللعيب المحترف، لعيب المحترف لو لعيب محترف بقى اللي هو مش شكل النادي الاهلي بتتكلم عليه، فوليد ازار مش هيقطع تيشيرته كده خالص. ده واحد تحس ان هو بص انا بقول لك مولود في النادي الاهلي، مولود في النادي الاهلي. عشان كده دايما لعيب النادي الاهلي كل الناس عارفه. لا بس انت فورمه ليه ومحافظ على جسمك كده؟ انت ليه لعبت الموضوع؟ الحمد لله. عايز تلعب تاني ولا ايه؟ لا انا ما لعبتش اولاني اساسا. انا ما لعبتش اولاني؟ اه والله. انت خلينا نطلع فاصل على نطلع فاصل كل ده ما لعبتش اولاني يا كابتن علاء. احنا كنا بنستنى